كتبنا الشعر في الوسطى وتوشى انت نقى من غزر در وقماش دار الشيخ لها على العليا عروش نطر واسمه تقول الناس عاشه غلا محفور لا ما هي نقوش شيخنا سلطان مروي العطاش حل داره من زمن يبطي نوش من غزير الودق ما هو بالطشاش وش يا راسي على الناموس شوش في حضور اللي تجدد انت عاش اربط على انزيم والخاطر بشوش والسعادة تنتشي من لب جاش والسعادة تنتشي من لب جاش طيبها مع التقوى ناه بالغشوش والشذا عطر الشمطري بالغراش ادها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء أينما كنتم تتابعون هذا النقل الحي والمباشر من هنا من ميدان الذيد وضمن مهرجان قناة الوسطى الثالث. هذه الانطلاقة تمت بحول الله تعالى. شوط آخر يتجدد بين الحين والآخر وهو شوطنا التاسع يتحرك بفئة الأبكار اللقاية المحليات الأصايل مع الخمسة كيلو مترات التي نتابعها في هذا المسار في هذا التحدي. انطلاقة موفقة وقوية وصحيحة. نروح إلى المركز الأول مباشرة ونستلم المركز الأول. أشوف اللي على الصدارة وهناك تتواجد سراب الشريجي بن محمد الاجتبي من يتقدم بالمركز الأول أو الرقم. نشوف المركز الثاني. المركز الثاني القادمة القادمة بشعار محمد بن عتيج المقعودي الفلاسي من يقدم أمنية بالمركز الثاني. أما المركز الثالث مرموق عبيد بن ناصر أبو قبي المنصوري والمتابعة من المركز الرابع زعفران الحر بن راشد بن خادم بن راشد المهيري قادم بالمركز الرابع. الدور دور المركز الخامس في خامس المراكز سلهودة مطر بن محمد بن علي المنصوري الذي يأتينا على المركز الخامس. والمركز السادس شواهين سيف بن علي بن مران الظاهري. والمركز السابع المركز السابع أشواق وراشد بن سعيد بن علي المزروعي. نقلة تالية إلى المركز الثامن. المركز الثامن أقول اللي هي لفتة محمد بن مبارك بن هدوة العامري. والمركز التاسع المركز التاسع هناك تتواجد مثايل علي بن حمد بن عبيد بن سيف الزعابي. أما المركز العاشر في عاشر المراكز وصايف لعبيد بن عيسى بن محمد الخيلي. هذه العشرة المراكز الأولى المتقدمة وفي أسماء في شعارات في سلالات أيضا على قائمة الانتظار. ولكن نحن ما عندنا انتظار. نروح عند أهل الأهباب. ما شاء الله يدفع المقعودي بما لديه من قوة. يدفع المقعودي بأمنية وأمنية الناموس كما عودنا. هذا الشعار كما عودنا دائما وأبدا في المقدمة تتقدم أمنية بشعار حمدان بن محمد بن عتيج المقعودي الفلاسي من يتقدم مع هذا الشعار الجميل. المتابعة من المركز الثاني أقول مرموق العبيد بن ناصر بوقبي المنصوري الذي يأتينا بالمركز الثاني. والمركز الثالث أشواق راشد بن سعيد بن علي المزروعي يأتينا ثالثا. والمتابعة من المركز الرابع
المركز الرابع زعفران للحر بن راشد بن خادم المهيري يأتينا رابعا، والمركز الخامس لفت محمد بن مبارك بن هدبة العامري يأتينا خامسا، وأيضا الدور دور المركز السادس أول إذاعة أعتقد لمثايل علي بن حمد بن سيف الزعابي الذي يأتينا في القمة مع المجموعة الأولى مع سكان المقدمة. ناخذ المركز السابع سلهودة مطر بن محمد بن علي المنصوري على المركز السابع، والمركز الثامن أرى في ثامن المراكز راهية عبد الله بن سالم بن ثعلوب الاجتبي، والمركز التاسع القادمة شواهين نصيب بن مبارك بن راشد المنصوري، أما المركز العاشر الريف مبارك بن خادم بن حارب الخيلي. هذه العشرة لإذاعتنا الثانية، ونكتفي ونروح عند المقدمة وسكان المقدمة، سكان مقدمة الشوط. ما شاء الله التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط. ناخذ المركز الأول مرموقة البوقبي ما شاء الله النجمة الحمراء والطاقية الصفراء على السبق والنصر معتادة فعلها 10/10 تاخذ الناموس وزيادة. تحركت أيضا لفته لمحمد بن مبارك بن هدبة يبى الهدف يتابع بالمركز الثاني العامري على المركز الثاني المقعودي مع أمنية حمدان بن محمد المقعودي الفلاسي يأتينا بالمركز الثالث، والمركز الرابع تتواجد مثايل علي بن حمد بن عبيد بن سيف الزعابي بالمركز الرابع، والمركز الخامس أقول أشواق راشد بن سعيد بن علي المزروعي، أما المركز السادس القادم هليت ير الشوط يرلي عليها الأمر يصدر في الأخير تابعوها ريماس محمد بن شطيط بن سعيد الاشتبي سادسا، والمركز السادس رابع رزين سالم بن حمد بن حمود المحاربي، أما المركز الثامن توصلنا في هذه اللحظة أشواق مروان بن خالد بن محمد بن سالم الكعبي، والمتابعة من المركز الثامن هناك أيضا راهية عبد الله بن سالم بن ثعلوب الاشتبي، والمركز التاسع هملولة حارب بن محمد بن حمد الاشتبي يأتينا مع المركز التاسع، وهملولة ما يكفيها السابع. شوفوا اطلعت سرعة من اللمة لو عصاها قوس ماتيها روحها بالسير مهتمة هي اللي بالوصف نعنيها. ما شاء الله هملولة بشعار حارب بن محمد بن حمد الاشتبي، ولكن وين المقدمة؟ روح الحقبنا مقدمة الشوط بن هدفة على مقدمة الشوط مع لفتة راعي زاخر صاحبة السيف. ما شاء الله شعارة دائما في هذا الموقع أصلحت والرب يحفظها أحريس عن عيون الحاستين الطامعة يوم جد الجد واشتد الوطيس يا بن هدبة بدلت مرباعة هالي تربعة راحت بالمركز الأول لفت محمد بن مبارك بن محمد بن هدبة العامري الذي يقود هذا السرب بدون أي أوامر تذكر عصاها نايمة في الأبطان دور اللي ركضها كل طفير ما تبى منك صياح وشوشرة من سماع الصوت والزقرة تذير ومن تسجل تيب ترجع تكسره. ما شاء الله مشكور يا أبو زايد مشكور يا اليحافي مشكور يا عبدون يا اليحافي يا بن زويد يا اليحافي على التضمير على الترتيب على المتابعة وعلى الناموس. سلام نقول سلام لمحمد بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري، نهني على فوز لفته بالمركز الأول والمركز الثاني. المركز الثاني فهناك اللي وصلت اللي هي أعتقد أنها هملولة الحارب بن محمد بن حمد الاجتبي، أما المركز الثالث نتأكد من نتيجة المركز الثالث رزين سالم بن حمد بن حمود المحاربي، والمركز الرابع